بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر الوادة وركة تي في الشباب الله ويدن أخرنا يو أنا جو أهم حمد أمينا كل نقطة الشيء ها الله جهر ليه مقام كمقدسه يكالين تكجا آدن دبو إجيس الدستور كأي مان تك فرمي عاصمة المقدسه كل كان أي وحكة قبل وسيرة يحلبانا كترسن دولة فدرالك الصومالي قدومية قبل كبنادر أهنا الدخ عاصمة المقدسة عمر فليشة قدومي كحجينا ذا معمول كقبل كبنادر قارك مدها جاسمياش الدولة ده هو سحمر يحبنا كسعودي باش عالم كا رئيس الوزراء الصومالي أي كل اللي يش وفد كسعودي هيادة يونسكو يا خرمة المدوي وبوخش كجوجة دلك كل كان أي لوجة هاللي وذا شقين تيسكاشيا هيادة يونسكو يا الصومالية أخر كسرة البرلمان كأي مانت ضد أذكى شيء هندسة شرعية كجانجوينتا يتيان تقرن كشرعي قاسي أو أي صد يارسي وزارة جناسية أي هراء وحوى أنسحي البرلمان كشر سنة ذات كجرسور كدلك أو سنة كيب مر لقبته أي مانت كفرماي مجال ذا مقدشو شركا أي وحسنة كان لوجة هذا ليا عقبها هست جرسور كدلك وحيابه كهر جري بلنقات كي شركي سنة كي هرا لقبتي يسدي سهوف نانا لوجو شقين لها شعب كصومالية دا وده بدك له وركة تبيج شبلة ينو حكمي ده لبتو إنك دجال ذا دلك الصوم مري أي وحي ولي سامين كله يهين نلاش دتك قار كوا سوحاتا سي أذا كود برا نول معلومات كودا عبد القادر عبد الله الشورية وأنا كنا فو ويخرح مينو وحنا يسقوا جعان لا وحاتا خبتا شقة أدو على سوا كريش بويني ما يسقوا هراء جديد كدد وين هاي كشقة يا مجال ذا مقدشو عروتها إلى نيرة القار يكون نول مجال ذا بيدبه أي دريقة وحكو هيستا أما كو هيستا لبتو إن حاجة نلاشة عروتن إلى نيرة ذن أي قار كم دهي وح يستعمالان وحيابها مان كدورية وحين أوب هينهم دريا الله في ديو سن نلاشة ذا أي دب وصل نقطة لنا قبسنا نلاشة عادية مجال ذا جوهر أيينا وح لغو قبتي مناسبة لغو على مساري ميت كم ده نبضون ذا بلا هالكاس يكون دقنا مناسبة ده أي لغو على مساري نبضون عيسى عمر وحنا كقريب جلي أضياء شدقن ك مذاح ذا يددوينها كنول مجال ذا جوهر أخبارات كهدي بدنا وحكم ده قذبذا أتقول داون دونتان دولة ده برتقيس ك أو فلني سعودي أقوي ميت دولة أنغولا aya waxay xanibtay xisaabaadka bangiyada ee u furnaa gabadha madaxweynaha hore Angola Isabel dos Santos talaabadan ayaa ah dadaalkii ugu dambeeyay ee dawladda Angola ay ku deeneyso in ay kula xisaabtanto gabadhii madaxweynaha hore oo lagu eedeeyay inay musuq ku kacday Isabel dos Santos oo ah bilyaneerad ayaa horay u ahayd madaxii shirkadda shidaalka Sonangol waxaana xilka ka ciiriyay madaxweynaha Angola iminka Lourenco sanadkii 2017 walaalkeeda Jose Filimeno ayaa isagana wajahaya eedo la xiriira musuqmaasuq markii uu ahaa sanduuqa madaxa banaan ee Angola oo uu maamulayay madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in horumar laga sameeyay wadahadalada u socda Mareykanka iyo ururka Taliban qoraal uu soo dhigay madaxweyne Ashraf Ghani barta Twitter-ka ayuu ku sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu qadka telefoonka ugu sheegay in Taliban ay soo jeedisay hindise ah in hoos loo dhigayo rabshadaha aan dhammaadka lahayn ee ragaadiyay dalkaasi hadalka madaxweyne Ashraf Ghani ayaa muujinaya suurtagalnimada horumar weyn oo laga sameeyo wadahadalada dalka Qatar ku dhexmaraya Taliban iyo Mareykanka oo in badan u xayirnaa shuruudaha Mareykanka ah in kooxda Taliban ay yareyso rabshadaha si loo gaaro heshiis Mareykanka uu ciidankiisa kula bixi karo ugu dambeyntii waxaa dabadeyaal halka aynu jigin qodobada warka TV Shabeelle hadaba tan iyo kulantii dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo amaana Allah.